ايها الاخوه المواطنون، وبين استذكار تقدم به اليوم القائد العام للقوات المسلحه رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد شياع السوداني عندما كتب يقول: تحل علينا اليوم الذكرى السابعه لتحرير مدينه الموصل الذي تكلل بالقضاء على عصابات داعش الارهابيه التي عاثت فيها فسادا واختطفت أهلها وهذه هي الحقيقة وأوغلت فيهم قتلا وتهجيرا وهذه حقيقة أخرى نقولها في ظل ما كتبه الأخ رئيس مجلس الوزراء بان معارك التحرير كانت تجسيدا للوحده والتلاحم الوطني، هب فيها العراقيون من جميع المكونات لاستعاده ارضهم مستديرين بهدي فتوى المرجعيه العليا التي كانت منطلقا لتلك الملحمه العظيمه. ان حكومتنا والكلام للاخ السوداني وهي تستعد او تستعيد هذه الذكرى بكل ما فيها من اعتبارات تؤكد التزامها ببسط الامن واعاده اعمار بلدنا وتحقيق الرفاهيه لجميع ابناء شعبنا العزيز. الرحمة والرضوان لجميع شهداء العراق الذين ارتوت أرضهم بدمائهم الطاهرة والخزي والعار للقتلة المجرمين محمد شيع السوداني القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ما بين هذا الاستذكار فإننا أيضا في هذا اليوم أقولها وأنا ابنكم وخادمكم وصوتكم يا أبناء شعبنا العراقي الكريم إن هناك رجالا تصدوا للمسؤولية وقاموا بهذا الفعل البطولي بأن جمعوا العراقيين على كلمة واحدة لمواجهة التنظيمات الارهابية. فحثوا الصفوف في جيشنا الباسل وقواتنا الامنية وكل المقاتلين الابطال من حشد شعبي ومن متطوعين ومن دور لا ينكر لقوات التحالف الدولي. لكن الفعل الحقيقي والتضحيه الحقيقيه كانت هي لابناء شعب لابناء شعبنا العراقي الكريم فانني اليوم ايها الاخوه المواطنون لا انسى ان اذكر بالاسم بان القائد العام قوات مسلحه رئيس مجلس الوزراء الاسبق الاخ الدكتور حيدر العبادي علينا ان نتوجه له بالتحيه في هذا اليوم الاغر في الذكرى السابعه لتحرير مدينه الموصل لانه استطاع ان يجمع كل فعاليات الدولة العراقيه الرسميه والشعبيه المدنيه والعسكريه من اجل ان تتكاتف لتحرير مدينه الموصل ام الربيعين فتحيه للاخ الدكتور حيدر العبادي القائد العام قوات مسلحه رئيس مجلس الوزراء الاسبق لانه كان رجلا يمثل العراق في حينها لمواجهه هذه التنظيمات الارهابيه ونجح بفضل الله سبحانه وتعالى بان يحقق النصر فتحيه له ولمن تكاتف معه من اخوته في مجلس الوزراء في حينها وفي وزاره الدفاع وكل القطاعات المتحالفه والحشد الشعبي مبارك لهم جميعا هذا النصر المؤزر في ذكراه السابعه التي بات علينا جميعا ان نكتب عنها وان نعيد ذكرها يوميا لكي لا تنسى الاجيال مقبله كم ضحت اجيالنا لمواجهه الارهابيين والقضاء عليهم